بهدف التوعية حول حقوق الطفل وجرائم المعلوماتية من الناحية القانونية والنفسية والاجتماعية، أقامت الأمانة السورية للتنمية وجمعية تنظيم الأسرة في حما ورشة تعريفية حول قانون حماية الطفل وجرائم المعلوماتية في مركز تنمية المرأة الريفية. جلسة اليوم هي أحد الأنشطة اللي بيقوم فيها برنامج الاستجابة القانونية الأولية بالأمانة السورية للتنمية بشكل دائم. طبعا هيك جلسات بنعطي فيها مواضيع قانونية بتهم الأسرة والمجتمع بشكل دائم. هي المعلومات اللي نعطيها بتمكنهم من ممارسة حقوقهم بشكل طبيعي وسلس، بتعرفهم بالقوانين بالنصوص اللي بتخدمهم. اليوم عم نعمل فعالية عن حقوق الطفل. طبعا نحن كونه الطفل هو من الفئة المستضعفة، والطفل هو جيل المستقبل، مثل جيل المستقبل، ومثل ما نقول الجيل الواعد، واللي راح يقوم عليه المجتمع ويقوم انه بينبنى عليه مجتمع متماسك وواعي. فنحن اليوم عم نقوم بهي الفعاليه لحتى نوعي الاهالي حول حقوق الطفل حسب قانون 21 لعام 2021. وقد تم خلال الورشه شرح مفصل حول حقوق الطفل واهميه قانون جرائم المعلوماتيه، وعرض مشهد تمثيلي حول بعض انواع الجرائم الالكترونيه. والله يعني عن جد استفدنا كثير، كنا بنعرف شغلات بسيطه عن حقوق الطفل، بس بعد هالمحاضره هي وهالجلسه هي استفدنا كثير انه له حقوق كثير علينا، مثل حق الحمايه، حق انه نعيشه بجو اسر كثير حلو، انه بنعطيه حق إبداء الرأي له بالنسبة مثلنا مثله هو. هلا هي محاضرة كتير مهمة، ونحن كنا في كتير شغلات غافلين عنها، يعني بصراحة ما بنعرفها، أعطتنا تشجيع أكثر نحن كيف نتعامل مع الطفل، كيف نعرف شو هي حقوقه، مثلا حقه بدراسة، حقه بتعليم، حقه بالميراث، حقه بالرعاية الصحية. يعني كتير استفدنا عن شغلات نحن كنا أبدا ما منتبهي لها. طبعا قدمتنا هاي الدورة عن الطفل وحقوق الطفل، شقد له حقوق عنا كتربية، كميراث، كمنشأ، فكانت كتير ظريفة، وتعلمنا شيء بالنسبة للطفل جديد، يعني أشياء جديدة. وتستهدف الورشة سيدات ويافعات من عمر 16 عاما وحتى 50 عاما، وذلك لأهمية تعريفهم بهذه القوانين كونهم يشكلون ركيزة أساسية من ركائز المجتمع. حسام الشاب، الإخبارية السورية، مدينة حماة.